شايفين الصورة دي؟ الصورة دي لست بنات، واحد مراته خلفت ست بنات، ولما ربنا رزقها وحملت في الحملة السابعة قال لها ما جبتليش الولد هتكون طالق. سابها وراح الشغل ورجع بالليل اتعشى ونام، حلم ان القيامة جامد وانه بيتعرض على النار. كل ما يروح باب من ابواب جهنم واليعوذ بالله يلاقي بنت من البنات تبعده عن النار، لحد ما وصل للباب السادس في النار ولقي البنت السادسة بتبعده عن النار. جم مخروع من النوم واستغفر ربه وتأسف لمراته وسأل ربنا ان يرزقه بالبنت السابعة. يا جماعة البنات رزقها كتير، واللي ما عندوش بنات ما شبعش من الحنية وما داكش الحلويات. صلوا على سيدكم النبي وما تبخلوش علينا بالمتابعة. ربنا يبارك في أولادكم وبناتكم.